طبيبك اليوم معا لصحة أفضل. إيه هي المشاكل اللي موجودة بتعمل ألام في أسفل الظهر؟ 70-80% من المشاكل اللي بتموجود في ألام أسفل الظهر بتبقى جاية من العضلات، تقلص في العضلات، توتر في العضلات، شد في العضلات، كل المشاكل بتاعت العضلات، شوية هواء، برد، تكييف، كل الحاجات دي شيلها طبعا مش مظبوطة، مزقة زي ما بيقولوا كده، الحاجات دي كلها بتبقى عاملة من 70-80% من أسباب ألام أسفل العمود الفقري. طيب نيجي بعد كده لايه المشاكل السن اللي هي زي مثلا الخشونه، الناس اللي بتتقدم في السن بيجي لهم ايه الم في فقرات العمود الفقري. بعد كده يجي الغضروف، الغضروف بيمثل حوالي 4% من المشاكل اللي موجوده، يعني عندي مثلا لو كل 100 عيان بيشتكوا من الم في اسفل الظهر في منهم 4 بس عندهم غضروف. في عندنا حاجه تانية زي مثلا التزحلق الفقاري او بيقولوا عليها كده ان الناس الفقرتين راكبين بعض، دول بيبقوا حوالي 2% من المشاكل اللي موجوده وتعمل لي ألم في أسفل الظهر. في عندي كمان إيه؟ عندي لا قدر الله أورام الفقرات، عندي التهاب الفقرات، عندي كسور الفقرات، كل الحاجات دي تعمل ألم في أسفل الظهر. وكسور الفقرات دي في عندنا بتبقى ناتجة عن حوادث أو مشاكل صحية أو حاجة مثلا زي كبار السن اللي عندهم هشاشة، كل دي تعمل ممكن كسور في الفقرات. في عندنا بعض الأحيان بيبقى في مشاكل في أسفل الظهر او الم في اسفل الظهر وتبقى المشكله مش في الظهر خالص، ممكن تبقى جايه من البطن، بتبقى بنسميها احنا ريفيرد بين، يعني الالم بيسمع، يعني المشكله في حته وبيسمع في الظهر، زي مثلا مشاكل في المعده ممكن تسمع في اسفل الظهر، مشاكل في الرحم عند الستات تسمع في اسفل الظهر. وحتى دايما بنلاقي دايما الستات بتشتكي ان هو موجود بعض الالام اللي موجوده في اسفل الظهر اثناء الدوره، طبعا في تغير في الهرمونات وحاجات كده من ضمن اسبابها. طبعا من ضمن يعني مشكله، ولا هي مشكله وليست مرض، المشكله من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل دايما الم في الظهر السمنه، من مرض برضو من ضمن الامراض اللي بتعمل مشاكل في اسفل الظهر. والسمنه الحقيقه بتعمل الموضوع ده بالطريقتين، الطريقه الاولانيه ان هو في عندي وزن زايد، يعني مثلا انا العمود الفقري ربنا سبحانه وتعالى عامله يستحمل 50-60 كيلو، انا مديله 120 كيلو فوق طاقته، تمام. الحاجة التانية ان انا بيبقى عندي كمان العضلات نفسها ضعيفة مع السمنة والترهل والحاجات دي والدهون، بتبقى العضلات بتبقى ضعيفة ما بتبقاش ماسكة العمود الفقري، ولا في العضلات من الحاجات المهمة جدا 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 اللي بتحافظ على لياقة الجسم ولياقة العمود الفقري عموما.